بالنسبة للمارفور هذه واحد المناسبة دابا تعودنا عليها باش كنجمعوا الناس كاع اللي عندهم علاقة بالماريتيم اوبيراتور ولا ادارات ولا كل شيء باش الناس هادو الناس اللي تكونوا في ليزام اللي غادي يخرجوا هاد الافاق الماريتيم تكون عندهم نظرة على لي زوبورتونيتي على السيكتور شنو كاين شنو نقاط القوه ديالهم شنو نقاط الضعف ديالهم وهادشي كله كيخليهم داك النظره داكشي اللي خداوك في الثيوري كلها اللي قراوها كيحاولوا ان يادابطوها مع داكشي اللي كيسمعوا في لابراتيك وهذا هو اللي كيحاول ان نرونفورسيو داك القدره المهنيه ديالهم باش ان شاء الله ملي كيخرجوا المهن ديالهم تيكون عندهم واحد ديجا نظره مسبقه على السيكتور وحاجه مهمه كتخلي بان هاد الطلبه هادو انهم يجلسوا ويهضروا وتبقى تشوفهم في لابوز كيتلاقاو مع مديرين عامين مع مديرين جهويين مع رؤساء باش يشوفوا باش بحال قلتي كيخلي واحد الجو ديال الثقه واحد الجو انهم يقويوا ديك الشخصيه ديالهم باش ان شاء الله يكونوا في المستوى ديال التطلعات ديال المؤسسه لان هذوك الناس اللي كيخرجوا راه كيكونوا هما السفراء ديال المعهد ملي كيخرجوا يخدموا.